عندي جبنه قريش وعندي زبادي، هنعملها بايه بقى؟ بقطعمه ايه؟ بسطرمه، زيتون اسود، شبت، هريسه، وطبعا زيت زيتون، شويه زعتر، شويه نعناع جاف، شويه بابريكا، يعني شويه اطعمه كده مختلفه. فالموضوع بسيط يعني، ما فيهوش اي حاجه خالص. الكبه هتبقى البطل بتاعنا النهارده. انا بس عايزه اجيب سكينه بقى ومعلقه وسباتولا كده، كل حاجه تبقى جنبي عشان ما افضلش بقى رايحه جايه. وايه 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 المعالق فين؟ فين؟ ماشي. اول نكهه اللي هتبقى نكهه حلوه قوي اللي هي ايه بقى؟ هاخد كده حته كده من الجبنه القريش واحطها في الكبه، شويه زيت زيتون او زيت عادي على فكره، يعني حوالي ربع كوبايه كده. طيب الحاجه بقى اللي هتكسر معانا الملح وهتدي كده قوام كريمي للجبنه القريش، معلقه كده معلقتين من الزبادي اهو، شويه بسطرمه بالشكل ده، ممكن على فكره تضيفوا شويه لبن، معلقتين ثلاثه لبن كده، شويه بسطرمه تاني. وهنضرب بس كده. نجيب بقى الطبق بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل كده بالجبنة بالبسطرمة اهو. بالشكل ده. تمام. حط كده عليها حتت من البسطرمة علشان برضو عارفين انتوا زي السوبر ماركت التلاجة كده ما بين ايه كل جبنة كل نوع والتاني. تمام. هنعمل ايه تاني؟ هاخد قطعة جبنة، بسم الله اهو، بالشكل ده. يلا شوية زبادي، حوالي معلقتين كده ثلاثة. هعمل ايه بقى؟ بصوا بقى، شوية هريسة، خلاص، وشوية بابريكا، خلاص. وهنضرب بقى الكلام ده، يلا بينا. بس خلاص، دي كده جبنه بالبسطرمه وجبنه بالهريسه، اطعمه كده بنفنن فيها كده. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ مش عايزه استخدمها في باقي الانواع علشان هي دلوقتي طبعا سبايسي بقى، هريسه وبتاع وحركات، فانا هغسلها، هاخدها غسله. غسلنا من الجبنه القريش نكهات مختلفه. طيب غسلنا الكبه، وتعالوا بقى نرجع ان احنا نكمل فيها تاني، يلا بينا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. طيب النكهات التانية، جبنة بالشكل ده، هنقلل حدوقيتها بإيه وننعمها بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوية زبادي، شوية زيت زيتون، لو الجبنة مش حادقة بزيادة هنعمل ايه؟ هنحط شوية زيتون اهو. تمام. وهنضرب. بس كده. يلا بينا نجيب الطبق بتاعنا، نحطه كده قدامنا، نجيب معلقة اهو، دي كده جبنة بنكهة الزيتون، حلوة قوي.
كده كده نظبط كده الشكل شويه اهو اهو خلاص. حط على اللي بنكهه الزيتون علشان برضو نبقى عارفين دي بنكهه ايه، دي بالزيتون ودي بالهريسه. هحط على الوش بصوا شويه بابريكا. طيب تعالوا بقى نعمل ايه تاني؟ الشبت. الله على نكهه الجبنه بالشبت، بتبقى حلوه قوي قوي قوي. ممكن كمان تبقى بشويه نعناع. يا خبر ابيض على النعناع، شويه شبت. انا عايزه احط شويه شبت، ومش لازم يعني برضو مش كله بيحب النعناع، عادي ممكن احط رشه. ماشي، شويه كده نعناع وشويه زبادي. نحط بقى الباقي، شوية زيت زيتون. عايزة اكتر الشبت شوية ونضرب. بس كده، الله حياتها خطيرة، حلوة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يبقى كده عندي عملت من الجبنة القريش نكهة بالبسطرمة ونكهة بالهريسة ونكهة بالزيتون كده. احط بقى كده عليها شوية شبت اهو. طيب ممكن كده نحط، لا ولا بلاش نحط حاجه في النص، بس ممكن ايه ندي مزيج كده اهو. ده بقى ميكس بقى، يعني طبق كده ميكس بالجبن، هيبقى ظريف قوي اهو، شكله حلو قوي.